ganz wichtig. بالظبط مهم جدا فكره ان احنا عايزين كل الجمهور كمان يفكر كده. الماتش اللي جاي اهم ماتش, نخلص الماتش نقلبه وبعدين نفكر في اللي بعده. الرغبه المتجدده الحقيقه والجانب النفسي اللي بيقوم بيه مستر كولر مع لعيبه النادي الاهلي بجانب الدور الفني, كل فرد في جهاز النادي الاهلي الفني بيقوم بدوره, عشان كده النجاح بكل الكل يا دكتور خالد. auch dann deine arbeit dann mit den spielern aber der staff auch und alle in der ganzen staff die alles tun damit wir immer nach vorne gehen. هو كده بالظبط, لازم لاحظت ملاحظه كويسه بالظبط هو كده. مهم جدا ان الواحد لو عايز يكسب الموضوع, بس مش اللاعب اللي بيجيب الجول, كل الفريق العمل, كل الناس اللي بتساعدنا, الناس اللي ما تشوفهاش في التلفزيون, الناس اللي في اوضه اللبس, الناس اللي بتمسك الغسيل بتاع اللعيبه, الناس اللي في لسه الناس اللي ما قدرتش تيجي معانا الرحله دي, دول كمان جزء من نجاحنا وجزء من فريقنا. مهم جدا ان كل ان اللعيبه تحس بده كمان, تحس انها ان في فريق عمل كبير كله بيتعب عشان ان هم يوصلوا ان هم يكسبوا. كلنا فريق عمل, وبحيي كل واحد وكل فرد من منظومه النادي الاهلي. مسانده جماهيريه اكثر من رائعه الحقيقه للاشقاء المغاربه ولجمهور النادي الاهلي اللي يمكن حرص بشكل كبير ان هو يكون متواجد ويؤازر النادي الاهلي. مستر كولر شاف الحضور الجماهيري والكثافه والتشجيع ازاي, لان كره القدم هي التي تقرب الشعوب زي ما انت عارف يا دكتور خالد. فوسبول ist ein Mittel um die Völker zusammenzubringen. بالظبط. لكن مش اول مره نشوف ده, ان احنا بره مصر ونشوف المساعده دي, لكن في المغرب بالذات الواحد شاف مساعده كبيره جدا, دعم كبير جدا من الجمهور المغربي في الماتش الاولاني, ساعدونا كتير في الماتش الاولاني, في الشوط الثاني ساعدونا جدا النهارده في الشوط الثاني. فده مهم جدا, واحنا فرحانين بيه ومستنيين الدعم ده دايما ان شاء الله. اخيرا هنفرح دقائق بسيطه جدا وهيبدا التحضير لمباراه ريال مدريد, المباراه الرسميه الاولى في تاريخ النادي الاهلي. الحقيقه انت بتقابل ريال مدريد محتاجه تركيز كبير جدا, محتاجه تحضير اكبر لكل لاعبي النادي الاهلي. كيف سيرى مستر كولر المباراه القادمه, مباراه الاهلي وريال مدريد؟ في الشبيل فوربريتن في زين سي داس سبيل جين ريال مدريد. انا ملاحظ ان انت مركز معانا وبتتعلم كتير من اللي احنا بنقوله. Ja klar, ich schaue mir jetzt dann Spiele an. هتفرج على ماتشات ليهم. في الهارد ديسك كده ياسين مكاري اداني الهارد ديسك ده عليه ثلاث ماتشات ليهم. هقعد اتفرج على الماتشات واحط خطه المناسبه ان احنا نقدر اللي تخلينا نقدر نلعب كويس قدام ريال مدريد, ويمكن نحقق المفاجاه ان شاء الله. مش عارفه ليه انا من الناس المتفائله جدا يا كريم بوجود مارسيل كولر مع النادي الاهلي. يعني عاده الواحد ما بيعلقش قوي او يدي رايه في المدير الفني, خصوصا احنا, يعني احنا ما ينفعش نطلع قوي نشكر او ننتقد, بس كولر من المديرين الفنيين اللي بجد لحد دلوقتي ابتدى يفكرني شويه بمانويل خوسيه. يعني اذا في اي بجد مدير فني جه من بعد مانويل خوسيه مع النادي الاهلي في تقارب الى حد ما في الاداء او في الطريقه, فهو مارسيل كولر مع الاختلافات الاخرى. يعني مش لوحدك شايفه كده, في ناس كتير حاسه ان في روايح منه يعني, صح. ونفس الفكر ونفس الاداء العام ونفس الثبات الانفعالي ونفس الكياسه ونفس الابتسامه اللي دايما مرسومه على وشه, فناس كتير شافت زي واللعب كمان على الشق النفسي. يعني مانويل خوسيه كان يهمه ده جدا, حتى الفتره الوحيده اللي كان في النادي الاهلي فيه اخصائي نفسي كانت في فتره مانويل خوسيه, فده ياكد لك ان هذا الرجل الى حد ما برضه في تشابه ما بينه, لان مارسيل كولر من الشخصيات برضه اللي بتهتم بالجانب النفسي جدا, وبالتالي ده انعكس على اللعيبه, يعني انعكس بشكل كبير جدا على اللعيبه, الثقه اللي بيديها للعيبه بتاعته بذكاء شديد جدا. فكره ان هو يلاعب صفقات جديده في ماتش قمه زي كان الاهلي والزمالك دي ليها رسائل كبيره, دي مش اي حد يقدر يعملها. ففكره ان انا اعمل ده, انا واثق في اللعيبه وفي الصفقات بتاعتي, وبالتالي بقول لهم خش خد الفرصه واثبت نفسك, وقد كان. عشان كده احنا بنقول ده تاني, اي حد اسمه بيتكتب خاص بالنادي الاهلي او تبع النادي الاهلي او يعني بيشتغل في النادي الاهلي او بينتمي للنادي الاهلي لازم يكون على قدر المسؤوليه, وبيبقى يعني بعد اختبارات شديده جدا واختيارات يعني بشده زي ما بيتقال عليها كده وصارمه. فالراجل ده انا متفائله بيه جدا, تصريحاته كمان من التصريحات اللي بشوفها عقلانيه جدا بعد اي مباراه, حتى لو انت تعادلت انا مش هقول خسرت لحد دلوقتي, احنا الحمد لله ما خسرناش مع مارسيل كولر, فحتى لو انت تعادلت في اي مباراه او كسبت الراجل بيطلع يتكلم
بعقلانيه جدا وبيقول كلام يعني ما بيقعدش يرغي، بيقول نقاط محدده واه في رسائل وخلاص. وفكره ان هو يبقى معاه زي ما انت قلت الهارد ديسك اللي هو عليه كل الماتشات اللي هو عايز يوريها للفريق بعد كده خاصه بريال مدريد، الراجل ده واثق من الفريق بتاعه، واثق من ادائه، واثق ان هو هيعدي هذه المرحله او اول مرحلتين ويخش على ريال مدريد. فكل دي رسائل ثقه اعتقد ان هي مهمه جدا. فكره كمان استعداداته وحديثه عن الاستعدادات لريال مدريد وان هو مجهز بشكل كبير جدا وهو فاهم هو هيعمل ايه. انا اعتقد ان احنا ممكن يكون في امل بشكل كبير ان احنا نعدي عقبة يعني ريال مدريد. أتمنى ذلك.